به نستعين والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدينا الأفاضل، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم أوقاتكم وكل أيامكم بالخير واليمن والمسرات، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدة يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بالجميع، أهلا ومرحبا بكل أوفيائنا ومحبينا ومتتبعي برنامج أنوار الصباح على خامسة التلفزيون الجزائري، قناتكم المفضلة قناة القرآن الكريم. ساعة ونصف من الزمن، من اللحظة إلى غاية 11، سنقضيها وإياكم ورفقة الفريق العامل معنا لإثراء مواضيع عديدة وفقرات متنوعة، رفقة ثلة من أساتذتنا وضيوفنا الأفاضل. فقط كونوا في الموعد وابقوا معنا بحول الله. إذا أجمل وأطيب ما نستهل به برنامجنا لنهار اليوم آيات بينات من سورة الضحى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. اللهم ارفعنا وارحمنا بالقرآن الكريم، واجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم أمين يا رب العالمين، يا شارح الصدور ومطهر القلوب وميسر الأمور، يا باسط اليدين بالرحمة. اللهم نقنا من الهم والحزن، وافتح لنا أبواب السعادة والأمل. اللهم ارزقنا صبرا جميلا وعملا صالحا وتوفيقا من عندك. اللهم نسألك الشفاء لكل مريض، والرحمة لكل ميت، والفرج لكل مهموم، وأن تمسح على قلوب كل المؤمنين. اللهم أمين يا رب العالمين. مشاهدينا الأفاضل، لنتضرع دائما لله عز وجل بالدعاء وبطلب قضائه الحاجة، لعلها تكون ساعة استجابة بحول الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أصبحنا وأصبح الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم نسألك خير ما في هذا اليوم، فتحه ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنعة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم اجعلنا ممن استغاث بك فأغثته، ودعاك فأجبته، وتضرع إليك فرحمته، وتوكل عليك فكفيته، ووثق بك فحميته، واستهدى بك فهديته، ورفع يديه إليك فأجبته. اللهم أمين يا رب العالمين. مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم من جديد. نرحب بكل أوفيائنا وكل متتبعينا وكل مشاهدي برنامج أنوار الصباح إلى هذا المنبر الإعلامي الصباحي الذي نحييكم من خلاله تحية صباحية عطرة ومعطرة بذكر الرحمن بحول الله. نقف عند بعض المحطات التي سنقف عندها خلال هذه الصبيحة المباركة، ولعل المستهل سيكون مع ركن شفاء الروح والأستاذ محمد صدوقي للحديث عن صفة وميزة رائعة يتميز بها كل المجتمع، تتميز بها كل المجتمعات الإسلامية خاصة المجتمع الجزائري، ألا وهي صفة التكافل والتضامن خاصة في وقت الأزمات والشدائد تحت عنوان وتعاونوا على البر والتقوى. الأستاذ كمال فليسي أيضا حاضر معنا لتقديم نصائح هكذا وخلطات ووصفات تضحية لتفادي والتقليل من شدة الحر وحماية الجسم من ارتفاع حرارة الشمس، خاصة ونحن في هذه الأيام مع ارتفاع درجة الحرارة. نتمنى السلامة والصحة للجميع. نتحدث عن فوائد التين الشوكي، ونتحدث أيضا عن المشروبات الموصى بها في هذا الحر الشديد. فاللهم اجرنا عذاب وحر نار جهنم، اللهم أمين يا رب العالمين. الأستاذة مريم بسي حاضرة معنا اليوم في ركن فن الحياة للحديث عن مواقع التواصل الاجتماعي، الانترنت، الشبكة العنكبوتية، سلاح ذو حدين لها من الفوائد الكثيرة في التعلم، في التثقف، في الالتقاء والتعرف على أناس جدد، في جعل العالم قارة صغيرة، ولها أيضا من الأضرار الكثيرة لمن يسيء استخدامها. كل هذا وأكثر بالإضافة إلى عديد الفقرات والأركان من إعداد الطاقم الصحفي والتقني لقناة القرآن الكريم. ابقوا معنا وكونوا فقط في الموعد. إذن نهدي هذه الوصلة الإنشادية لكل متتبعينا وأحبتنا وأوفيائنا الذين يتابعون برنامج أنوار الصباح، ثم نعود بعدها بحول الله لنبدأ البرنامج. قلبي لك مملوء غرام يا رسول الله، أنت والصحب الكرام يا حبيبي. قلبي لك مملوء غرام يا رسول الله، أنت والصحب الكرام يا حبيب الله. قلبي لك مملوء غرام يا رسول الله، أنت والصحب الكرام يا حبيب الله. منايا منايا أسلم عليهم وأقبل يديهم يا حبيبي، وأقبل يديهم يا حبيبي. قلبي لك مملوء غرام يا رسول الله،
أنت والصحب الكرام يا حبيب الله. قلبي لك مملوء غرام يا حبيبي، أنت والصحب الكرام يا طبيبي. منايا منايا أسلم عليهم وأقبل يديهم يا حبيبي، أقبل يديهم يا حبيبي. مدحك يا محمد من أحلى الأنغام، حبك في قلبي مزروع يا خير الأنام. مدحك يا محمد من أحلى الأنغام، حبك في قلبي مزروع يا خير الأنام. يا خير الأنام يا بدر التمام، يا خير الأنام يا بدر التمام، يا من جئت بالإسلام يا حبيبي، يا من جئت بالإسلام يا حبيبي. والصحب الكرام يا طبيبي، قلبي لك مملوء غرام يا حبيبي، أنت والصحب الكرام يا طبيبي. منايا منايا سلم عليهم وأقبل يديهم يا حبيبي، أقبل يديهم يا حبيبي. يا مجيب الدعوات اقبل دعانا، وزدنا من الطاعات وارزقنا الجنان. يا مجيب الدعوات اقبل دعانا، وزدنا من الطاعات وارزقنا الجنان. يا مجيب الدعوات اقبل دعانا، وزدنا من الطاعات وارزقنا. اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا، اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا، وزدنا إيمانا يا مولانا، وزدنا إيمانا يا مولانا. قلبي لك مملوء غرام يا رسول الله، أنت والصحب الكرام يا حبيب الله. قلبي لك مملوء غرام يا حبيبي، أنت والصحب الكرام يا طبيبي. منايا منايا أسلم عليهم وأقبل يديهم يا حبيبي، أقبل يديهم يا حبيبي، يا حبيبي. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على الحبيب المصطفى كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد في العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين. صلوا عليه وسلموا مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم من جديد. نرحب بكل أوفيائنا وكل من التحق بنا اللحظة إلى برنامج أنوار الصباح. بعد لحظات نستقبل أستاذنا وشيخنا الفاضل الأستاذ الإمام محمد صدوقي في شفاء الروح. أحبتي في الله، ورحبوا أستاذنا وشيخنا الفاضل، صباحك سعيد أستاذنا وسلام الله عليك. عليكم السلام ورحمة الله، وصباحك سعيد. بارك الله فيكم على هذه الدعوة المباركة، وشكرا جزيلا، وطبتم وطاب سعيكم ومشاكم وتبوءتم من الجنة منزلة. اللهم أمين يا رب العالمين. ونحن أسعد أستاذنا بحضورك وتلبية دعوة البرنامج ككل مرة، باش نورنا بعلمك بحول الله. يقول المولى عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعاون والتضامن والتكافل خاصة في وقت الأزمات أستاذنا الفاضل. يأمر الله عباده المؤمنين بالتعاون والمعاونة على فعل الخيرات وهو البر،
وترك المنكرات وهي التقوى أستاذنا الفاضل. و مع انحسار الخير في زماننا أستاذنا أصبح الأمر ملح وأصبح الأمر ضروري على ربما الدعوة إلى فعل الخيرات والتسابق إلى التعاون والتضامن والتكافل. صحيح، بارك الله فيك أستاذ على هذه المقدمة الطيبة النافعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد فإن هذه الكلمة سبحان الله يعني ما زادها شرفا وتعظيما وفخرا أنها ذكرت في كتاب الله عز وجل بصريح العبارة، حيث قال الله عز وجل في أوائل سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سبحان الله، جاء الخطاب من عند الله تبارك وتعالى، أمرنا ورغبنا وحثنا على فعل الخير من خلال هذا المقصد العظيم اللي هو التعاون. التعاون خلق يعني حسن رغب فيه الشارع، بل جاءت الشريعة كلها ترغب المؤمنين بل تأمرهم إلى التعاون والتكافل الاجتماعي. فالمؤمن لابد أو ينبغي عليه أن تكون له هذه الصفة المباركة، صفة التعاون. وكلما كان التعاون في مجتمع كلما كان المجتمع مزدهرا متطورا متماسكا وتسمو فيه سمة الأخوة والتكافل والتعاون. وسبحان الله يعني سماه البعض الفقهاء في مصطلح هذا التعاون سماه بالتكافل الاجتماعي، بمعنى لا يمكن ولا يتصور الإنسان أن يعيش لوحده. المؤمن للمؤمن كالبنية المرصوص كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، دائما إلى أخيه المؤمن. فالتعاون لابد أن تكون يعني من سمات المؤمنين، سمات الصالحين، سمات الأولياء الله الصالحين. سبحان الله، سبحان الله، الله عز وجل قال في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى. هنا البر يعني يقصد به الخير، كل أنواع الخير، كل العبادات، كل الطاعات، كل ما يتقرب الإنسان بعمل إلى الله يكمن في هذا الكلمة اللي هو البر. نعم. فجاء الخطاب: وتعاونوا على البر في كل أنواع الخير. نعم، والبر أستاذنا لفظان ربما بمعنى واحد. كل بر تقوى كما يقول شيخنا القرطبي رحمة الله عليه، كل بر تقوى وكل تقوى بر. وقال أيضا: البر يتناول الواجب والتقوى رعاية الواجب. أستاذنا الفاضل، وأيضا هو جامع لكل ما يحبه الله، والتقوى رعاية كل ما يحبه الله. فالخير هو مصطلح جامع لكل أنواع العبادات. نعم. كل ما يتقرب العبد إلى الله فهو خير، فلذلك جاء خطاب الله عز وجل بمصطلح العام: وتعاونوا على البر والتقوى. فقال البر هو مصطلح ووصف شامل لجميع أنواع العبادات. نعم، ما شاء الله. وقال سبحان الله: البر والتقوى. فكلما كانت هناك تقوى كلما كان هناك بر، وكلما كان هناك بر كانت تقوى الله تبارك وتعالى. ما شاء الله. ثم جاء النهي عند الله عز وجل مباشرة: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شوف الخطاب جاء دائما من ناحية الإيجابية، ثم جاء النهي من ناحية السلبية. وتعاونوا على البر والتقوى ناحية إيجابية، ثم جاء النهي العام الكامل والتام: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان من الناحية السلبية. نعم، جميل جدا أستاذنا، للتعاون والتضامن والتكافل على البر والتقوى وعلى كل أعمال الخيرية. نعم، أستاذ صحيح. أهمية كبيرة في حياة المسلمين تعود بالإيجابية وبالخير على الفرد والمجتمع. ولما هذه الأهمية يعني من ولما هذا الفعل من أهمية كبرى، طلب الأنبياء من الله عز وجل أن يمدهم بمن يعينهم. أستاذنا صحيح الفاضل، صحيح صحيح، هكذا خاصة عندما قال عيسى عليه السلام: وما أنصاري إلا الله. أستاذنا الفاضل، وأيضا في قصص الأنبياء كقصة سيدنا موسى ورسولنا الكريم أيضا عندما ذهب وهاجر من مكة إلى المدينة فطلب العون من الله، وكانت الاستعانة من طلب أو من طرف الأنصار وإخواننا في المؤمنين في المدينة. أستاذنا، نعم صحيح، يعني كل الأنبياء يعني خلال يعني مسيرتهم الدعوية كلهم كانت لهم هذا الدعاء، يعني طلب المعونة من عند الله تبارك وتعالى. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابي الجليل عبد الله بن عباس، يعني في صغاره سن 13 سنة، يعني نحن في هذا الزمن يعني سن 13 سنة يعني هو سن البلوغ، يعني سن يعني بداية يعني بلوغ الشاب وبلوغ الطفل. يعني كان يقول له: إذا استعنت فاستعن بالله، هكذا بصريح العبارة في صغره، يعلمه أن يطلب الإعانة من عند الله تبارك وتعالى، فهو خير معين. نعم. إذا كان الله معك فمن عليك؟
يعني كما قال أكثر أهل العلم، إذا كان الله معك فمن عليك فعلا، وإذا كان عليك فمن معك فعلا. فالإنسان لابد عليه أن يطلب المعونة من عند الله تبارك وتعالى انطلاقا من هذا الحديث الشريف النبي، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكما أسلفت أن كل الأنبياء كعيسى وموسى وإبراهيم كلهم طلبوا الله تبارك وتعالى المعون، كما قلت وأسلفت عيسى عليه السلام فقال من أنصاري إلى الله، قال الحواري نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، لا يستحيل أن يذهب رجل إلى مكان معين لا يعرف أحدا فعلا، فيقوم بواجبات الدولة وأسس الدولة لحاله، لابد أن يجد من يعينه في ذلك، فوجد ينصره يعني ينصره يواسيه يؤزره يعزره، فوجده الحمد لله أنصار المدينة كانوا له خير معين ما شاء الله. وهذا من اصطفاء الله تبارك وتعالى. فالتعاون كما أسلفنا كل محل في مجتمع أو في قرية أو في بلدة أو في حي إلا حل الخير، إلا حل الخير والازدهار والتطور. نعم ما شاء الله. للتعاون كما قلنا أيضا أستاذنا الفاضل فوائد كبيرة وعديدة على الفرد والمجتمع، منها تيسير القيام بهذه الخصلة الحميدة، زيادة الإتقان، كلما كان ربما كانت الأيادي كثيرة وكانت يد الله مع الجماعة أستاذنا الفاضل كان الأجر والثواب أكبر أيضا، تحقيق الأهداف والمشاريع الشخص بمفرده لا يمكن له أن يحقق ما تحققه الجماعة، وأيضا من أهمية ربما التكافل والتضامن والتعاون على فعل الخيرات الاستشعار والشعور بروح المسؤولية أستاذنا، وزيادة المسؤولية وتوزيع المسؤولية على الأفراد. صحيح، يعني كما أسلفت أن قلت أن يد الله مع الجماعة، ففي هذا الحديث يعني سبحان الله يعني كأنها رسالة، لأن لا يمكن أن نحقق يعني غرض ما أو مقصد ما أو مصلحة معينة إلا إذا كان فيه يعني روح الجماعة والتعاون. ونلاحظ هذا يعني جليا في كل جمعية أو مسجد أو مجموعة هكذا، لا يمكن أن ينجح هذا العمل إلا بتقاسم الأعمال والأدوار على كل الجماعة. سبحان الله. والله تبارك وتعالى قال وشاورهم في الأمر وأمركم شورى بينكم، كل هذا يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة. وكما أسلفت أن التعاون كلما كان في مجتمع كلما أدى إلى تحقيق المصالح وتحقيق الغايات وتحقيق المقاصد وغيرها، وازدهرت المجتمع وازدهرت الجمعية وازدهرت كل ما يمكن له أن يزدهر من خلال هذه الخصلة، خصلة التعاون، وتعاون على البر والتقوى. نعم جميل جدا أستاذنا الفاضل. ربما كيف يكون، كيف نطبق هذه الصفة الحميدة في حياتنا المجتمعية، كيف يكون التعاون، كيف يكون التضامن والتكافل، خاصة أستاذنا في الآونة الأخيرة شهدت الجزائر الكثير من الكوارث الطبيعية من بينها الحرائق التي حلت على بلدنا الحبيب. نسأل الله أن يعافي كل المرضى ويرحم كل الموتى يا رب العالمين، وإن شاء الله يا رب برد وسلام على بلدنا الحبيب، خاصة في مثل هذه الأزمات والشدائد، كيف يكون التضامن والتعاون أستاذنا؟ نعم صحيح بارك الله فيك. هنا تظهر يعني قيمة هذه الخصلة العظيمة، خصلة التعاون في حال الشدة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في وقت الشدة. هنا تظهر يعني قيمة هذه الخصلة، وتظهر يعني بركتها وعظمتها وقدسيتها في المجتمع الواحد. من خلال ما أسلفت يعني الكوارث اللي حلت ببلدنا الحبيب في هذه الآونة الأخيرة، الحرائق وغيرها، هنا يظهر قيمة التعاون حقيقة. وسبحان الله أن الشريعة الإسلامية جاءت يعني تشرح شرحا يعني كبيرا جدا في هذه الخصلة العظيمة، خصلة التعاون، يعني من خلال ما قال النبي عليه الصلاة والسلام من نفس عن أخيه نفس من نفس الدنيا أو من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة، وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن يسر على معسر يسر الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة، وهكذا. شوف الأحاديث يعني كلها عدة أحاديث سواء في الصحيح البخاري ومسلم أو في غيرها في السنن الترمذي، كلها جاءت يعني تبين وتظهر عظمة وقيمة التعاون، وفيها من الأجر ما فيها. نعم. وبما نتكلم عن الأجر يعني. نعم. نتكلم عن الأجر والثواب لهذه الخصلة الحميدة، وعلى فضل التعاون والتضامن خاصة على البر والتقوى أستاذنا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلمنا. يقول يعني من مشى في حاجة أخيه حتى يقضيها له كانت خير من أن يعتكف في المسجد هذا شهرا. ما شاء الله. يعلمنا ويرغبنا أن قيمة التعاون فيه أجر عظيم جدا. ما شاء الله. من سعى في حاجة أخيه حتى يقضيها له
يعني كان خير من أن يعتكف في مسجد رسول الله شهرا. ما شاء الله. شوف يعني العبادة أفضل من العبادات، أفضل من بعض العبادات ما شاء الله. والنوافل والتقرب إلى الله، يكون التعاون والتآزر والتكافل المجتمعي أفضل منه بكثير. ما شاء الله. خير من لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. يرغبنا ويحثنا النبي عليه الصلاة والسلام أن قيمة التعاون فيها قيمة عظيمة وكبيرة، وله من الأجر من عند الله تبارك وتعالى. وخاصة كما أسلفت في هذا يعني الزمن المتأخر وهذه الكوارث، هنا تظهر حقيقة التعاون وحاجة الإنسان إلى هذه الخصلة، إلى أخيه المؤمن، ويكمن التماسك الاجتماعي فعلا. والحمد لله الجزائر الحبيبة يعني زاخرة بهذا بهذه الخصلة العظيمة، وشعبها الكريم معروف بهذه الخصلة، معروف جدا. يعني كلما رأينا يعني كارثة تحل بالجزائر، كلما كان الشعب يعني متماسك متوحد، هب يعني تضامنية إيمانية. ومن هذا الباب يعني نشكر يعني مؤسسة يعني سبل الخيرات، نعم، يعني في كل عام يعني في كارثة معينة يعني إلا وتبادروا إلى إعانة الناس، إعانة المحتاجين، إلى المتضررين في الحلائق، في الفيضانات، فغيرهم. فشكرا لهم جزيلا. نشكر مؤسسة سبل الخيرات، نعم نعم، وكل نعم المؤسسات الخيرية وكل المجتمع، نعم، المدني، نعم، الذي يساهم في ربما مد يد العون. صحيح صحيح. ومساعدة كل محتاج في حياتنا اليومية وفي صحيح الأزمات. صحيح. والشدائد. وأيضا نشكر المواطنين أسرنا في كل شدة، في كل ربما أزمة، إلا ونجد شباب ابنا يد واحدة على فطرتهم، سبحان الله، على الفطرة، لا ينتظرون أحد، نعم، إلا ويهبون هبة واحدة لمساعدة الغير الخير. فبوركوا وبارك الله في شبابنا. صحيح. وجعلهم ذخر لهذا البلد، ولهم من الأجر والثواب الكثير بحول الله. سيدنا الفاضل، كما قلنا، الإعانة والاستعانة والتعاون على البر والتقوى والتضامن والتكافل لا يكون أيضا في الشدائد والأزمات فقط، نحتاج إلى التعاون والمعاونة في حياتنا اليومية. المريض يحتاج إلى يد. صحيح. عون الطبيب أو المحتاج يحتاج إلى. صحيح. ربما يد مساعدة. صحيح. اليتيم. صحيح. يحتاج إلى مسحة. نعم. يد. نعم. ربما. نعم. المهموم يحتاج إلى ابتسامة. صحيح. طيبة في وجه أخيه. نعود إلى الآية العظيمة سبحانه في سورة المائدة، أن قلنا جاءت تصف وصفا جامعا مانعا، وقال وتعاونوا على البر، ولم يخصص ولم يحدد يعني هذه المسألة أو هذه، بل قال وتعاونوا على البر كل. وكما أسلفت بارك الله في مشكورة، قلت وتعاونوا على البر يعني هو وصف جامع لكل أنواع العبادات. كل ما يتقرب العبد إلى ربه فهو خير، فهو بر. فلا يتصور ان التعاون يكون في الشدائد كما اسلفت، يعني في الكوارث الطبيعيه، الحرائق والفيضانات، بل حتى في حال الرخاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلمنا الى ذلك، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيح وغيره، يقول من 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 انذر معسرا او وضع له كان في ظل الرحمن يوم القيامه يوم لا ظل الا ظله. يا رب. يعني تيسير على المدين او ربما او تعفو عنه ذلك الدين، تكون في ظل الرحمن، هذا نوع من أنواع التعاون كذلك، وغيره كثير. يعني التعاون كما قلت، زيارة المريض هو من التعاون، إعانة المريض هو من التعاون، تفريج الكروبات من التعاون، تنفيس الهموم من التعاون، كل ما يقدم الإنسان يعني مصلحة أو خير لأخيه المؤمن فهو من باب التعاون، وهو من باب البر، أو كما قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. فلا يتصور أن التعاون يكون إلا في الشدائد محض فقط، وإنما التعاون يكون في حال الشدة وفي حال الرخاء، والأمثلة في هذا الباب يعني كثيرة جدا. نعم. زيارة المريض يعني، نعم، لما إنسان يعود مريضا وينفس عنه ويفرج عنه فهذا من التعاون، أن تمسح على رأس يتيم فهذا من التعاون، كل ما يتقرب العبد إلى الله وكل ما يقدم يعني فرحة لأخيه المؤمن فهذا من التعاون. ما شاء الله. نعم. بارك الله فيك أستاذنا على كل هذه الشروحات وهذه المواعظ. نعم. الدينية. ندعو الجميع من هذا المنبر من خلالكم أستاذنا للتكافل والتضامن والتعاون. صحيح. والتآزر ومد يد العون لكل محتاج، خاصة في هذه الأزمات والشدائد. اللهم سخرنا يا رب، يا رب، لمساعدة. أمين. أمين. كل من يحتاجنا، وأعنا على ذلك يا رب، واللهم أظلنا يا رب في ظله يوم لا ظل إلا ظله يا رب العالمين. شكرا بارك الله فيك أستاذنا، وفي فرصة أخرى بحول الله. مشاهدينا الأفاضل، نواصل معكم وفي نفس الموضوع والإطار، نتابع هذا الموضوع للزميلة أحلام قطاف عن التكافل والتضامن الاجتماعي، نتابع ثم نعود بعده بحول الله. ك
تحسبا للحرائق التي اندلعت مؤخرا في الغابات من مختلف ولايات الوطن، والتي أسفرت عنها خسائر بشرية ومادية عديدة. تضافرت جهود المؤسسات الخيرية تأهبا لأية كوارث قد تطرأ أو تزيد الأمر تعقيدا. من بين هذه المؤسسات الخيرية جمعية سعادة المحتاج بالعاصمة. سعودي عادل رئيس جمعية خيرية سعادة المحتاج من ولاية العاصمة، الحمد لله بفضل الله عز وجل نظمنا قافلة خيرية للمناطق التي انضرت من الحرائق في شرق البلاد، يعني بفضل المحسنين أن نقوم بهذه القوافل يعني ككل سنة ككل أزمة التي تمس البلاد، يعني الحمد لله نخدم الوطن والمواطن. أطلقت الجمعية حملة تضامنية من أجل مساندة العائلات المتضررة من الحرائق والتي فقدت العديد من الممتلكات. سعت الجمعية بدورها إلى تقديم يد العون بمساعدة المحسنين. احنا رانا في بصدد القافلة الخيرية اللي رانا رايحين نضموها للمناطق المتضررة من الحرائق، سواء كانت في الشرق أو كانت في بلاد القبائل. إن شاء الله ربي يقدرنا ونقدروا نوفروا لهم كامل وش يسحقوا. كما راكم تشوفوا الآن رانا بصدد تحضير الملابس، هذه الملابس اللي راح يستفادوا منهم إن شاء الله. كما راكم تشوفوا رانا نوجدوا في القافلة إن شاء الله اللي راح يندوها للمناطق المتضررة بسبب الحارق، ورانا نوجدوا هذه الملابس وتبرعونا. كاين بزاف ناس محسنين ما شاء الله تبرعونا بزاف بالملابس ومواد غذائية. احنا دائما كيكونوا هكذايا، كيكونوا مناسبات كبار ولا كوارث كبيرة ولا، دائما نعتمدوا على صفحات التواصل الاجتماعي تاعنا اللي هي صفحة عبر الانستغرام وصفحة عبر الفيسبوك اللي اسمها جمعية خيرية سعادة المحتاج، سواء تكون باللغة الفرنسية او باللغة العربية. في هذه الصفحة طلقنا الحملة تاعنا ودرنا لافيش بيبليسيتير تاعنا، وكاين ناس الحمد لله يعني يتواصلوا معنا وجاوبوا معنا في هذا النداء نتاعنا، وما زلنا في الانتظار لانه بصراحه كنا حابين القافله نتاعنا تكون هذه الجمعه، لكن للاسف مادام ما لحقناش للنصاب اللي رانا حابين نديوه معنا اجلناها لكالكو جوغ من بعد. وهذه هي، وان شاء الله من هذا المنبر الناس كامل تسمعنا والناس كامل تتجاوب معنا، باسكو المجتمع الجزائري حنين ويتعاطف، واكيد اكيد راح يتجاوبوا معنا. واجبنا نحو الوطن، هذا واجب لكل مواطنين، يعني ماشي غير جمعيات، يعني الشعب ككل جزائري، يعني كي تكون احنا في البلاد لازم نديروا اليد في اليد ونوقفوا مع خوتنا الجزائريين. لا يزال العمل الخيري الأساس في بناء مجتمع قوي ومتحد، فحدوث هذه الكوارث ينقضي بالاتحاد والتراحم حتى يكون أفراد المجتمع كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. إذن أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا فاضل، مشكورة زميلة أحلام قطاف على هذا الروبورتاج الطيب. إذن باسمكم جميعا وبعد فاصل قصير نستقبل أستاذنا الفاضل كمال الفليسي للحديث ولتقديم نصائح وإرشادات عن كيفية تفادي حرارة الصيف من خلال المشروبات، وأيضا من خلال ثمرة طيبة ولها فوائد كثيرة، ثمرة التين الشوكي، بعد فصل قصير. اهلا ومرحبا بكم من جديد، اهلا استاذنا الفاضل، صباحكم سعيد، سلام الله عليك استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، وصباحكم اسعد، صباحك وصباح الطاقم الفني وصباح المشاهدين الكرام. ولا ننسى التحية طيبة المباركة، السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أستاذنا الفاضل، اليوم نتحدث عن كيف نتفادى حرارة هذا فصل الصيف، خاصة مع ارتفاع القياسي مؤخرا في درجة الحرارة. ربما بعض الأغذية، بعض النصائح لتفادي ربما تأثير حرارة فصل الصيف على جسم الإنسان، ونتحدث أيضا عن فوائد التين الشوكي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.
هي لو نطرح أيضا سؤال آخر هي نقول كيف نستفيد من هذه الحرارة؟ جميل. وهل كنا تحدثنا ربما نعم. في حصص أخرى عن كيفية الاستفادة من حرارة الشمس، خاصة عندما نستغل فيتامين دي من هذه نعم. الحرارة، لكن عندما يكون الارتفاع قياسي الكل ربما فيه بعض الحرارة نعم نبحث عن حلول لاجتنابها. نعم. بالنسبة للتين الشوكي نشوفوا التين الشوكي عند تقريبا تكاد تكون النبتة الوحيدة أو الفاكهة الوحيدة اللي راهي في حالتها الطبيعية. نعم. يعني ما كاش مازال ما شفنا إنسان يروح يسقي التين الشوكي ولا يداويها ولا يدير لها لي بيستيسيد ولا يدير لها هذه يعني العلاجات بدون مواد كيميائية هكذا. نعم. ما شاء الله. سي بي مازال ما سمعتش إنسان ولا شفت إنسان يعطي هذا الاهتمام. علاش؟ ربي أعطاها قدرة، أعطاها مناعة، أعطاها يعني قدرة عجيبة جدا باش تحافظ على الحياة تاعها، تحطيها في الصحراء أماكن يعني فيهاش كامل الماء ما شاء الله، عندها ريزيستانس يعني المناعة تاعها مرتفعة جدا. نعم. فلهذا يعني أنا أنصح بهذا الفاكهة هذه اللي هي التين الشوكي، وتحمل الكثير والكثير والكثير من الفوائد. فوائدها أستاذ. نعم. من بين الفوائد ناخذها بالنسبة للرجال مثلا، مثال بسيط جدا، عندها علاج رائع جدا اللي عندهم لابروستات منتفخة، من أروع العلاجات لابروستات عندنا هذه الفاكهة هذه اللي هي التين الشوكي. نعم. تعدل نسبة، هي بالرغم من عندها طعم حلو طعم حلو، تحمل نسبة من السكر لكن بقوة، وتساهم في تعديل السكر في الدم. سبحان الله. نعم. رائعة جدا ما شاء الله. ونشوفوا أن هذا الحبات تاع التين الشوكي عند الحبيبات تاعها. نعم. فاكي عند الحبيبات تاعها لما ناكلوا بيض حبات نشوفوا أن هذا الحبيبات يعني كي اللي تقلقوا هذه الحبيبات. نعم. لكن تحمل يعني فوائد رائعة جدا، وأنا ننصح الناس اللي ما عندهم سكري لما يأكلوها مع العنب. نعم. علاش مع العنب؟ لأن حبيبات العنب. نعم. لما خاصة تلتقي مع حبيبات هذه الفاكهة هذه التين الشوكي، وش راح تدير؟ يعني تدير نشاط نتاع مكنسة على مستوى الأمعاء تاعنا. سبحان الله. والشاهد أنه حبيبات ربما العنب وحبيبات التين الشوكي لها أضرار على مستوى على صحة الإنسان وأسرنا. نعم. هي لكن أنت تبرر العكس، يعني الجسم تاعنا وراح يتخلص منها. نعم. جميل. وهذا الحبيبات حتى وين تهضمت يعني تحمل من الفوائد الكثيرة جدا، يعني يكفيها الزيت اللي فيها وما يحمله من فيتامينات ويحمله من أحماض وما يحمله من معادن إلى آخره. أصلا زيت التين الشوكي أستاذنا أصبح شائع أيضا مؤخرا. أصبح شائع. نعم. في كل يعني مواد. نعم. الصدى تاعه كبير وفوائده كثيرة، خاصة كثيرة على بشرة الإنسان. ليس فقط البشرة تاع الإنسان، على صحة الإنسان بصفة عامة. لكن إحنا لي يشريه عادة. نعم. يعني النساء هما اللي يشريوه، يعني البحث عن مثلا بالنسبة للكونسيرو. نعم. بالنسبة للكونسيرو مخفف للآلام. ما شاء الله. لما يشرب الزيت هذا زيت بذور. يشرب أيضا أستاذ. نعم يشرب. نعم. يشرب يعني مثلا ملعقة شاي مرتين حتى ثلاثة في النهار. نعم. يعني لكن لهنا شريطة أن يكون الزيت غير مغشوش. طبيعي. شريطة أن يكون طبيعي وغير مغشوش. فنشوفوا ان هذه الفاكهه هذه يعني تحمل ارماده من الفوائد ما شاء الله. لو نبداو نعدوا احنا ما نمشيوش للعصائر وداهمنا يعني داهمنا الوقت. احنا نقولوا هذه الفاكهه هذه على الاقل الانسان ياكل هذه الفواكه هذه الموسميه، على الاقل يدير في باله يقول هذه الفاكهه ماشي معالجه بمواد كيميائيه، يقول باللي راني ناكل حاجه طبيعيه ما شاء الله، يعني يتلذذ بها ياكلها طعمها الحلو. لهنايا الانسان اللي عنده امساك ما يكثرش بزاف ربما نعم يعني تزيد له في حده الامساك. نعم. اللي عنده امساك علاش قلت انا ياكلها مع العنب. العنب وراح بذور العنب راح تساهم ايضا يعني باش ما تخليش هذا الامساك يحدث. جميل جدا. تحدثنا عن فوائد كثيره للتين الشوكي، حتى في الحلقات السابقه تحدثنا عن الماده اللزجه التي تحتويها. نعم. ورقه التين الشوكي ومدى فائدتها على بشره الانسان. نعم. حتى بالنسبه للحبه هذه، حتى بالنسبه للحبه نقدروا نصنعوا منها يعني ندير خلطات ربما خلطات كثيره جدا.
مثلا ولا اروع بالنسبه للبشره تاعنا ما شاء الله، ولا اروع اللي طاش بغين، يعني مغذيه رائعه جدا لو نضيفوها. نعطيكم خلطه على السريع مثلا، لو ندير ونحكموا القهوه خضراء، قهوه خضراء نعصروها في البيت، نصيبوا لها طريقه تاع قطرات نتاع الزيت تاعها، نخلطوها مع الفاكهه هذه، ديروا الخليط حطوها على فروه الراس، ولا اروع بالنسبه لتساقط الشعر، ومنبثه ومنبثه نعم للشعر، جميل منبثه للشعر، رائعه جدا، خاصه اذا كان اضفنا لها عصير عشبه القمح. جميل. يعني ولا اروع. ولا اروع. يعني ممكن هذه الخلطات هذه يعني تساهم بقوه، نصيبوا فائده كبيره جدا على مستوى البشره، تساقط الشعر، يعني ممكن فقط بالنسبه للبشره، لو ناخذوا مثلا لما نقشروا الحبه نشلوها مليح نحيوا لها شوك، نقشروا الحبه تاعنا، هذيك القشره هذيك احنا نرموها عاده نرموها، لو نحكموها نحطوها على لي شامبينيون دي زونف. مثلا في طريات الاظافر، لكن هي مزعجه بعض الشيء. نعم. يعني الانسان اللي عنده مثلا ما عنده في طريات على مستوى الاظافر، لو يحطها يقعد هكذاك في المكان تاعو، قابع في المكان تاعو، ما يقدرش يتحرك، ما يقدرش. خاصة هي تحتوي على الكثير من الاشواك هكذا. لا لا، لازم تنقى من الخارج، لازم تنقى من الخارج. نعم. نحطوها، نعم نحطوها على الفطر هذاك، خلوها ساعة ساعتين واش قدرنا نحوها. جميل. يشوف ولا اروع كنتيجه، يعني رائع جدا. كذلك بالنسبه للتشققات بين الاصابع، نحكموا القشره هذيك باش نرميوها، نطويوها على برا، فنحطوها بين الاصابع، نخليوها اكبر وقت ممكن واش قدرنا، فولا اروع ايضا. جميل. ولا اروع بالنسبه للتشققات ما بين ما شاء الله. إذن هي ثمرة لذيذة وعجيبة أيضا، لذيذة وعجيبة وفيها الكثير والكثير من الفوائد. جميل جدا. والكثير من الفوائد نقدروا نستعملوها في الكثير، يعني مثلا أماكن الاسوداد بعض المناطق. نعم. كالإبط. يعني ممكن لهنا هذيك باش نرميوها، الفاكهه هذيك باش نرميوها، يعني نحكموا المكان هذاك تحت البيت، يعني نمسحوا المكان هذاك مليح. نعم. ونخلوها، ما نخلوهاش هي القشره ككل، لكن نمسحوا المكان. تساعد على تبييض البشره. تساعد بقوه على تبييض البشره. جميل. يعني تساعد على تبييض البشره. ممكن نضيفوا لها من اجل التبييض، ممكن نضيفوا لها لما نقشروها نديروها يعني ضربات خفيفه هكذا بالسكين، نديروا عليها زيت اللوز المر، شويه نتاع زيت اللوز المر، وندهن المكان الاسود بقع البنيه في المناطق هذه. نعم. ندهن هكذا، نفرك المكان هكذا بقوه مع بعض الضغط، ونخليوها نشوفوا باللي راح تعطينا نتيجه رائعه جدا. نقدروا نديروها سو فورم دو ماسك، بصح هذا الكلام اللي هاني نقوله لابد ان يؤخذ بحذر. علاش؟ لان هذا الفاكهه اذا ما كانتش منقيه مليح بالشوك، يعني راح تولي عقوبه. نعم تضر. نعم. وخاصه لهنا اخطر حاجه بالنسبه هذا الشوك نتاع هذا الفاكهه، هو يعني لما يكون الريح، بعض الريح اذا كان الريح في هذا الشوك هذا رقيق خفيف، ياخذوا الريح ممكن يصيب العين، خاصة عند اقتطاف الثمرة، وربما من يعلم ومختص في هذه الأمور، هناك وقت ربما محدد في عند قطف هذه هي الثمرة. هي عادة هي الفصل تاعها فصل الصيف. نعم. حرارة مرتفعة. ويحبذ أن الصباح بكري. نعم. تقطف صباح بكري حتى نتجنب جنب هذه الحرارة. نعم. وتكون هي باردة شوية. جميل. لأنها لا أنصح بها وهي سخونة، ممكن ندير لك إسهال، ممكن ندير لك، يعني خلوها تبرد لما نقشروها، خلوها تبرد مليح في الثلاجة، تبرد شوية ومن بعد ناكلوها. ولهنا اللي قشر ولا اللي نحي ولا اللي قشرها، لهنا الأفضل أنه لما يكون الريح، يتجنبها. لأنه الخطر، قلت كل الخطر أن هذا يصاب بهذه الأشواك هذه، خاصة على مستوى العين. يعني اليد ممكن الإنسان يشري علكة، فعلا شوين قوم يشري علكة يمضغها، يعني يمضغها يشوف المكان وين كاين الأشواك، يحطها يتنحى وحدها. ما شاء الله. نعم. طريقة جميلة. نعم هذه. كل سهولة. يعني يمضغ العلكة هذيك، يعني الأماكن وين أصيب بالأشواك، لكن العين لازم يمشي الى المستشفى. نعم. الى المستشفى ان شاء الله. ربي يحفظ العين، ان شاء الله ربي يحفظ الجميع. اللهم امين. استاذنا تكلمنا عنه وتحدثنا عن فاكهه من الفواكه اللي عندها فوائد كثيره وغنيه. نعم. بالفوائد والفيتامينات على صحه الانسان. نتحدث ايضا عن فوائد الفواكه
بصفة عامة في فصل الصيف، وكيف نتفادى حرارة أو ارتفاع درجة الحرارة من خلال أكل الفواكه هكذا نعمة من عند الله سبحانه وتعالى، أنه أنعم علينا بعديد الفواكه خاصة في فصل الصيف لتفادي درجة الحرارة، عصائر هكذا ومشروبات هكذا صالحة لهذا الفصل ومفيدة لجسم الإنسان ولتفادي درجة الحرارة. نعم، بالنسبة للعصائر حتى هذه تين الشوكي ممكن أن تدخل عصير، ممكن نديرها عصير، لكن باش تعطينا كمية معتبرة ممكن نضيفوا لها فاكهة أخرى، نضيفوا لها فاكهة أخرى، نديروا خليط. وهذه الفواكه يعني اللي عندها مذاق حلو هي الحاجة المليحة حتى وإن قدمناها للأطفال الصغار من غير سكر. أحسن. هي نعم هي تحمل نسبة من السكر تاعها. نعم. وحلوة المذاق ومقبولة. نعم. خاصة بالنسبة حتى عند الأطفال تكون مقبولة. جميل. فمثلا هذا التين الشوكي ممكن نديرو مثلا نخلطوا له التين. التين البري غير الشوكي الباكور ولا البخسيس كما سموا حنايا، فنخلطوا له نديروا المزيج، نديروا في الخلاط. ونصفيوها ونقدموها للأطفال تاعنا، ممكن نضيف لهم ملعقة صغيرة تاع عسل حر. فلهنا تكون فائدة كبيرة كبيرة جدا لهنا هذا العصير بالنسبة لأصحاب السكري. فالتين غير التين شوكي، التين الآخر للبخسيس لو كل واحد كاش يسميه، فهذا يعني عنده نسبة يطلع السكر يعني. جميل. نعم جميل. لكن في كثير من الأحيان وكثير من الأشخاص يلجؤون مع ارتفاع درجة الحرارة شرب مشروبات غازية أستاذنا فاضل، واستبدال المشروبات الطبيعية والعصائر هكذا عصائر الفواكه الطبيعية بمشروبات غازية. ربما يقول لك أنا لو كان ما تكونش قارورة عصير غازي هكذا فوق الطاولة ما نشعرش أنني أكلت أو أنني هكذا رويت العطش. نعم. يعني هذه عادات عادات طبيعة يعني طبيعة عادة برنامج برمجة يعني الإنسان، لكن الإنسان لما لو يقرر يجرب شيء آخر يقول ممكن راني غالط، هناك بدائل يدير. نعم، وخاصة هذه المشروبات يعني يشوف برك التركيبة تاعها يفهم إذا كان راهو يعني راهو مبرمج روحه على حاجة صحية أو العكس. نعم، يشوف تركيبة تاع المشروبات. لكن الإنسان وش يدير لو يمشي خاصة بالنسبة للأطفال تاعنا. دوك الإنسان الطفل اللي نبرمجوه على هذه المشروبات هذه يعني من الصعب ومن بعد باش نحوها له فعلا، يعني تولي له جزء من الحياة اليومية تاعو. نعم. نعم، فلهذا يعني مليح أن الأولياء والأم في الدار تكون أبسط الأشياء اللي عندها في البيت، لو عندها جزر برك حبيبة جزر. جميل. تصنع مشروب رائع جدا فعلا. ممكن يعني والآن وسائل التواصل عند الإنسان عنده لاكسي وصفات. نعم، الوصفات يعني طريقة عجيبة جدا. نعم. فحبة قارص زرودية عصير ولا أروع. جميل، رائع جدا. جميل أن نعود أبنائنا على مشروبات. نعم. صحية. نعم، لكن الطفل هذا يا احنا كذلك بعض الأحيان كثير من الأمهات الآن يهربوا للسهل، قرع جو وما تحوش يعني موجود. نعم. نعم، تشريها تفضل. نعم. تشريها وتربح الوقت. نعم. لكن نعطولهم يذوقوا يعني ما نحرموش الأطفال هذا طريقة نهائية وإلا يتمردوا علينا، لكن لا نكثر منها لا نكثر، لكن نذوقوهم البديل. البديل ربما البديل. يكون أحسن. نعم، يكون ماشي ربما يكون أحسن. أنا بالنسبة للطفل بالنسبة للمذاق ربما يعجبه يكون أحسن. أكيد راح يختار الأفضل. نعم. أكيد في نهاية المطاف راح يمشي للأفضل. جميل. ماشي اليوم غدوة، ماشي غدوة بعد يعني بعد شهر بعد عام يولي لما يفهم ويعرف القيمة فالتما راح يمشي للأفضل. جميل. وأستاذنا الفاضل حضرنا اليوم بعض المشروبات. نعم. هكذا ربما نتعرف عليها. عصائر بسيطة جدا. طبيعية أستاذنا. نعم، عندنا هنا يا مثلا عصير التفاح. جميل. عندنا عصير التفاح، عندنا عصير العنب وقته، وإن كان التفاح مازال في السوق لكن ممكن نتحصلوا عليه. بالنسبة للتفاح نزيد نقول لكم حاجة واحدة أخرى، اللي نقدروا نديروا عصير التفاح إلا ما عندناش التفاح نشريوا خل التفاح الطبيعي. ممكن مذاقه رائع جدا، نشكلوا فاكهة معينة. نعم. أي فاكهة اللي كانت عندنا في البيت نديروا نخلطوا لها الماء نحطوها في الخلاط، نديروا ملعقة نتاع خل التفاح هاي رايحة تعطينا
الطعم التفاح الطبيعي. استاذنا فقط استسمحك قبل ان نواصل، نستقبل معنا اول اتصال. حاج محمد من وهران هكذا دليله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. صباحك سعيد سيدي، كيف حالك؟ امين الحمد لله. الحمد لله، كيف حال كل سكان وهران؟ على واحد المشكل تاع الباركنسون، واش الدكتور عنده علاج يعني فيه علاج ولا باش نجمو نجيو عنده ندي ناخذوا كاش؟ سؤال استاذنا الفاضل، ماناش نسمعوك جيدا، اعد فقط سؤال سيدي. باركنسون، عندنا باركنسون يعني باغي نشوفوا يعني واش العلاج موجود ولا هذا كيفاش؟ ربما يستفسر عن علاجات هكذا طبيعيه. نعم. لهذا المرض. نعم ستسمع الاجابه. نعم. سيدي الفاضل. باركنسون. نعم. نعم. نعم شكرا، بارك الله فيك. شكرا، تفضل استاذنا. نعم بالنسبه قلت للعصر نستقبل ثاني اتصال. نعم. استاذنا الفاضل سميره من ولايه ميلا. نعم تفضل. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. تعيشين؟ عندي 5 سنين وانا بالصهدات في الشهريه. نعم. وليت حبيت تروح عليا وعندي الخلعه بزاف قويه عليا، بين الخلعه منها بزاف. واش عندك 5 سنين؟ عادي السؤال فقط سيدتي الفاضله. قلت عندي الصهدات على الشهريه قويه عليا بزاف. اذن بالتلفزيون اصبر. نعم. عندي الصهدات على الشهريه قويه بزاف عليا 5 سنين، ما حبيتش تبارك انا الصهده هذه. نعم. اللي بزاف طيحني. ومن بعد عندي الخلعه بزاف ما بركانيش وجع الراس خلاص، نعم من قوه الخلعه ما خليت بلاصه طبه كل حاجه. قلت لهم انا ونتبعك بزاف، انا متبعه لقناه القران الكريم وكان بزنسي دايما نتبعو. كيف نتحنك كانش عشبات الصهدات على الشهريه ولا الخلع؟ نعم ستسمعين الاجابه سيدتي الفاضله. شكرا. يا رب بارك الله فيك. شكرا شكرا. اذا استاذنا نجيب هكذا باختصار. نعم باختصار قبل ان نواصل. باركنسون ممكن يحتاج الى اونيجين اليمونتير. نعم. لازم له ديزانتوكسيكاسيون، عمليه. نعم. تنقيه في البدايه. نعم. بريباري لو تيران، دوا بريباري لو تيران، ديزانتوكسيكاسيون، وعنده بعض الخلطات ياخذهم. نعم. وعنده كذلك من اروع ما يعاونه كذلك الحجامه. حجامه. حجامه نعم، الحجامه تكون ربما خلطه وصفه على السريع هكذا. نعم. تريح من بالنسبه للباركنسون. نعم. عنده لا جيغي بايال. نعم. عنده لا بروبوليس. نعم. وعنده طلع النخيل ديال الخليط. نعم. مع العسل، فهذه مفيده جدا. نعم نافع عليه. نعم. ولازم ياخذ حاجه اونتي ستريسونت، ولازم له عصير عشبه القمح مهدئه. نعم نعم اونتي ستريسونت. ياخذ ميليسا، خليط بين الميليسا والبابونج يعني ينفع. جميل جدا. نعم. وهذا اذا كان مشى ولازم له حميه غذائيه يعني. نعم. حتى وين خداه هذو من غير حميه من غير نيطواياج ما ينفعوش، تكونش عنده فائده كبيره. نعم ما ينفعوش، ما يحش يعني الاثر، لكن لو يدير الحميه وياخذ هذا الخلطات بالاضافه يعني الى العلاج. نعم 15 يوم الاولى يشوف الاثر. ان شاء الله يا رب الشفاء والصحه للجميع. بالنسبه للمتصله الثانيه استاذنا. نعم بالنسبه لها هي عن بعد التخفيف. نعم. نعم بالنسبه لها لازم تتواصل استشارة الطبيب. لازم تتواصل يعني ما تكونش حاجه هكذاك من غير سبب. فعلا. لان التصرف تاع الدماغ تاعنا يمشي يتصرف بردود افعال دفاعيه. كاين سبب يعني كاين رد فعل. جميل. كاين مسبب، كاين يعني السبب موجود. لهنا واش نقولوا لها؟ لكن نقولها حاجه اللي تخفف عليها شويه عندها بالنسبه للاعشاب، عندها رجل لاباد دو ليون، رجل الاسد، عشبه رجل الاسد تشربها 3 مرات في النهار، لكن بحذر هكذا عن بعد. تقعد متواصله مع الطبيب ديالها وتاخذ بالنصائح. ربما التخفيف من الالام. نعم. يعني يعني لو هكذا عن بعد والله والله يكون شيء اصعب. نعم. اقل. نعم. لو يكون الملف تاعها قدامنا نقدم ان شاء الله يا رب. نتمنوا الصحه والشفاء لجميع المرضى يا رب العالمين. نوصل استاذنا في الحديث عن فوائد العصائر الطبيعيه. حتى هي لازم لها حميه غذائيه، لازم لها ديزانتوكسيكاسيون. هي بعض الاحيان احنا بالنسبه للاجابات ربما المشاهد الكريم يقول لك في كل حاجه لازم حميه غذائيه. نعم. في كل حاجه
لان وش مسببات الامراض على الانسان؟ هي السموم استاذنا. نعم تسممات. نفسها كل واحد كان هذه الامراض هذه يا كانها مسلسل سبحان الله. يعني كل انسان وش من حلقه يمشي واحد يمشي ارتفاع ضغط الدم، واحد يروح السكر، والاسباب واحده. نعم. هي الافتقار. حتى الافتقار يسبب الامراض فعلا، الافتقار ليكارونس والتسممات. لكن الحميه الغذائيه كل انسان والحميه تاعو من اجل تسريع وفتح ليزيموكتواغ تاعنا، تفعيل الاعضاء المسؤوله عن اخراج السموم. نواصل فقط استاذنا قبل، لكن بعد ان استقبل اتصال سيد محمد من تكورت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام سيدي الفاضل. محمد صغير من طائرة مسيف ولاية تكورت. اهلا ومرحبا بك سيدي، كيف حالك؟ هيا الكمال في اللي معك. والله كما قال كنت أتكلم قبل قليل، صراحة العصائر الطبيعية أزاحتها العصائر المصنعة صراحة. فعلا. كما قال الدكتور الآن حتى أصبح العائلات نتاعنا كي تجيها يعني الجارة ولا كذا باش تربح الوقت كما قال لك يعني مباشرة تفتح قارورة ولا تفتح لعوزة وخلاص. فعلا. فقط السؤال نتاعي بالنسبة للعصائر، هل يفضل نزع القشرة أثناء التحضير نتاعها؟ وكذلك مشكل التحلية، إنه ساعات أنا ندير إحنا العصائر مشكل التحلية عادة يكون بالسكر الأبيض، هل ينصح به الدكتور ولا لا؟ شكرا. فعلا شكرا، بارك الله فيك سيدي. ستسمع الإجابة. تحيتنا لكل سكان تكورت وكل أهل في الجنوب وكل أهلنا في ربوع الوطن. أستاذنا الفاضل سؤاله أنه ربما كيف يمكن نأخذ العصائر وهل القشرة مفيد كثير من الأحيان؟ نعم، هي حسب الفاكهة، هي القشرة فيها فايدة كبيرة جدا فيها، وبعض الأحيان القشرة فائدة تاع القشرة أكثر من اللب. نعم، لكن بعض الأحيان تفسد لنا الطعم. نعم، لو عندي أطفال مثلا نعصر لهم ليمون مثلا، عصير الليمون ونعصر لهم القشرة تعطيني مرورية طعم مر. نعم. قوة طعم مر، ربما ما يستطيعوش، لكن من حيث الفائدة فيها فائدة. لكن الإنسان لهنا الأم في البيت دير عصير ليمون مثلا، ولا دير عصير برتقال، ولا أي هكذا، حنا نتكلموا على حاجة اللي فيها قشرة، ولا بومبلوموس ولا ليمون هندي لهنا. واش دير؟ تبشر ربما. لا، القشرة ما ديرهاش، لكن تقدر تستعملها في حاجة واحدة أخرى. جميل. نعم، مثلا في وصفات حلويات وغيرها. نعم. وصفات حلويات، ولا مثلا ما نروحوش حلويات، مثلا تقدر دير المربى. جميل. نعم، دير مربى. وربما ربما المشاهد الكريم يقول لك يدخل السكر. السكر. نعم. هو قال لك بالنسبة للتحلية إذا كانت الفاكهة حلوة نستغنى عن السكر. نعم، احنا مثلا الآن العنب مثلا نضيفه حاجة حلوة. إذا ما قدرناش ما تحصلناش على الطعم اللي حبيناه، عندنا مثلا سكر التمر عم توفر الحمد لله الآن، خاصة في جنوبنا. نعم، توقرت الله يبارك أخونا. يعني السكر تاع التمر راه رائع جدا. جميل. يعني نقدروا نعوضوا السكر الرافيني هذا، أو العسل الحر أيضا مثلا. نعم، أو العسل الحر. نعم. يعني بالنسبة للعسل ممكن يعني القيمة تاعو نعم يكون مكلف شوية، لكن بالنسبة للسكر تاع التمر متوفر. جميل. يعني ملعقة ما يغيرش المذاق صدنا؟ بعض الشيء حاجة خفيفة بصح، حاجة خفيفة جدا، لأن السكر الكامل ماهوش متوفر. أنا والله أنصح أنا شخصيا أني نمشي للفاكهة الحلوة. نعم. بدون إضافات. نعم، بدون إضافات. جميل. يعني بالنسبة للأطفال مثلا إذا كان ليمون ما نديرلوش ليمون، عندي أطفال صغار ما نديرلوش ليمون. نعم. مثلا نديرلو، وإن ندير مثلا عصير تاع العنب كما هذا، عصير تاع العنب نضيف له قطرة تاع ليمون. نعم. حتى لأن الليمون فيه فايدة كبيرة، قطرة تاع الليمون هنيئا مري على بالي وراح يعجبوه وراح يشرب. مثلا واحد كبير ندير عصير معين، نعصر له نسبة كبيرة تاع الليمون، حبة كاملة في عصير، يعني هنيئا مري. فنشوفوا أن هذه العصائر فهي رائعة جدا، ومليح أننا نمشي والعصائر خذوا مثلا الدلاع. يعني لهنا تولي التكلفه نتاع العصير. الفاكهه اللي نشوفوها شويه رخيصه نغتنموا الفرصه. جميل جميل. ربما الكثير يتساءل عن سكر التمر استاذنا. نعم. كيف نتحصل عليه وماذا نقصد؟ هنا نبيوع والتمر المجفف. نعم. يعني التمر المجفف يترحى يولي في شكل سكر. نعم. نعم. يعني نعم. وعادتين تخلص السكر من التمر. نعم، ممكن بهذه الطريقه اننا التمر المجفف يكون مجفف مليح نرحيوه فقط، يدير يعني كما نقولوا حنايا يلبي الغرض ويقدم لنا هذاك
الطعم الحلو. جميل الطعم جدا. نتحدث عن العصائر اللي جبتها لنا لنهار اليوم وحضرتها لنا اليوم استاذنا، كعصير العنب، عصير التفاح، ربما في كثير من الاحيان خاصه بالنسبه لعصير التفاح الكثير عندما يعني يعصر التفاح ما يجيش بنفس اللون ونفس الطريقه استاذنا. نعم هي ربما تعطينا الطريقه. نعم بالنسبه للعصير طريقه بسيطه جدا. هي انا طريقتي الشخصيه انني ندير ملعقه نتاع خل التفاح. نعم ندير ملعقه تاع خل التفاح مقبل، لان التفاح عاده يكحال. يكحال يعني يتاكسد. وخل التفاح يساعد على يعني باش نحفظوه. نعم نحافظ على لونه الطبيعي. نعم باش نحفظوه. ومباشره ايضا ندير يعني في البدايه مقبل ما نعطوه، اذا كان نديره مثلا شويه تاع سكر التمر. سكر التمر، لان التفاح ماهوش حلو بزاف، خاصة بالنسبة ملعقة نتاع خل التفاح، ونضيفوا له ملعقة مثلا أكل تاع سكر التمر، ميكسيو كلش، نرمي التفاح تاعي نقسمه. لهنا بالنسبة للتفاح أيضا نحيو لي بيبان نتاعو، العظام نتاعو نحيوهم. نعم نحيوهم ونبقي على القشرة، وإذا كان نقسموا الحبة تفاح إذا كان متوشية ولا نقيوها مليح وإلا يتغير اللون كامل نتاع. وفي كثير من الاحيان ربما كثير من الاشخاص يديروا عصير التفاح بالقشر استاذنا ثم يصفوه. الافضل ليه؟ لا لا عليه يصفيوه. نعم احنا نديروه بالقشره يعني نخيروا التفاح الحبه تاع التفاح اللي تعطينا يعني نسبه من الماء، تعطينا نسبه من العصير يعني. نعم. يعتبر من العصير هي الحبه التفاح اللي توزن. جميل. نعم حبه تفاح ناخذ مثلا عندنا التفاح لما يكون خليط التفاح الاخضر هذاك الكبير الاخضر عنده يعني طعم قارس شويه فكل واحد. نعم مذاق. انا افضل التفاح اللي يكون صغير ويكون يعني لما نرفد حبه تفاح عندها وزن شويه ثقيل شويه. نكسيو كلش. نعم. ونصفي، وهذا هو عصير التفاح. إذن العصائر الطبيعية كلها لها فوائد كثيرة أستاذنا. ربما بإمكانها تجنبنا حرارة الشمس وحرارة هذا الفصل. منعشة، لكن في نهاية المطاف نقولوا يعني نقولوا بالنسبة لهذه العصائر، هذه العصائر ما راهيش رايحة تعوض لنا الماء، شرب الماء. ليس يعني أننا نشرب العصائر معناتها نمتنعوا عن شرب الماء، ما فيش حاجة تعوض أفضل من الماء. لا ماشي معناتها افضل، هو وحده. نعم الماء وحده. نعم ما نقدروش نفضلوا حاجه على حاجه. نعم. في هذا حتى. نعم. نقدروا نقولوا بالنسبه للفاكهه ما كاش حاجه افضل من الفاكهه. فعلا فعلا. لا هي الماء عنده المهمه تاعه، عنده مميزات وعنده دور وعنده فوائد الدور تاعه. نعم. لكن لما نشربوا العصائر قلت ماشي معناتها هم رايحين يغنيونا عن شرب الماء. نعم شكرا بارك الله فيك استاذنا على كل هذه الشروحات وهذه الوصفات وهذه الخلطات هكذا الطبيعيه. دائما من عمق الطبيعه نفيد مشاهدينا الافاضل حتى يتابعونا هكذا نظام صحي غذائي هكذا صحي يعود عليهم بالفائده. نتمنوا الصحه والسلامه لكل مشاهدينا، ونتمنوا الشفاء يا رب العالمين لكل مرضانا ومرضى المسلمين. بارك الله فيك استاذنا الفاضل. مشاهدينا الفاضل نواصل معكم فقرات برنامج انوار الصباح لنهار اليوم، لكن بعد هذا الفاصل نعود بعده بحول الله. من أعرق المدن الإسلامية ومقصد للعرب الرحالة والمسلمون، إنها مدينة المدية، مدينة قديمة قدم التاريخ، حيث تذكر المصادر أنها تعود إلى العهد الروماني. المدية عاصمة البيلك التطري التي تداولت عليها الحضارات وسكنتها الكثير من الشعوب، وتركت بصمات وحكايات عدة، فنتعرف على حكاية مدينة المدية وتاريخها. المدية تقع جنوب العاصمة الجزائر، وعلى بعد 88 كيلومترا تستقبلك المدية بطابعها الجبلي، هوائها النقي وغاباتها الكثيفة التي تمثل الطبيعة الأطلسية التلية.
فقد يتساءل الكثير عن سر تسمية مدينة المدية بهذا الاسم. فيما يخص موضوع تسمية المدية اختلف حوله المؤرخون والجغرافيون والباحثون، فنجدها في المراجع التاريخية على عدة تسميات، فسميت لاميدا نسبة إلى بطليميوس أو بطوليمي، سميت أيضا بأدميدياس أو ميديكس أيضا، وقال عنها ماكارتي على أنها كانت توجد ما بين مدينتين رومانيتين معروفتين أنذاك، ألا وهي البرواقية التي كانت تدعى تينيرادي أو تاناراميزا كاسترا، والمدينة التي توجد بغرب المدية أنذاك وهي سيفنسار أو عمورة حاليا، سميت أيضا بلومبديا أو لومباديا كما قال الباحث الأثري الفرنسي ستيفان غزال نسبة إلى ملكة رومانية. أما إذا رجعنا إلى تسميتها بالنسبة لما ذكره المؤرخون العرب على رأسهم ابن خلدون، فهو نسبها إلى قبيلة بربرية بطن من بطون صنهاجة الكبرى، كما سميت أيضا بالمهدية نسبة إلى الخليفة المهدي الذي أطلق عليها هذه التسمية. رغم جمال المنظر من بعيد، فإن الزائر تنتابه الرغبة في الدنو أكثر نحو قلب عاصمة التطري المدية. معالمها الأثرية ومساجدها الحضارية، وإن كانت جماداً فيمكنها التكلم لسرد تلك الحقب التاريخية العديدة التي مرت بها المدينة، فلكل منها تاريخ ومعالم وآثار. إذا أردت أن أسرد لك بعض المراحل التي عرفتها المدية عبر تاريخية، فهي نوميدية الأصل، كما قال حسن الوزان أن الأفارقة القدماء هم من بنوها، ثم جاء الرومان وبنوا حصنا عسكريا تحول فيما بعد إلى مدينة رومانية، وكانت خلفيتها في الحقيقة هي حماية عاصمة موريتانيا القيصرية أنذاك سيزاريا أو شرشال حاليا. جاءها فيما بعد الويندال والبيزنطيون الذين لم يتركوا في الحقيقة آثارا نستطيع من خلالها أن نتكلم عنها، فجاءت المرحلة المشرقة وهي مرحلة الفتوحات الإسلامية، أين أعاد بناءها بلوغين بن زيري بن مناد صاحب أشير، وهو الشخصية الغنية عن التعريف. جاءها فيما بعد وتعاقب عليها العديد من الدول والحضارات، أذكر على سبيل المثال دولة المرابطين، دولة الموحدين والزيانيين والمرينيين، إلى غاية وصول العثمانيين الذين دام حكمهم على المدية ما يزيد عن 3 قرون. ساحة النور، مكان يتوسط المدينة ويجمع سكانها، سميت نسبة لمسجد النور الواقع أمامها. وأنت تتجول بين أحياء المدية يبهرك طراز بنايتها العتيق ذو الطابع العربي الموريسكي. باب القواس، يعود هذا المعلم التاريخي إلى سنة 210 للميلاد في فترة تأسيس مدينة لامبيديا الرومانية. الجامع الأحمر من المعالم التي طمست، فلم يتبقى إلا هذه المنارة التي سلمت من الهدم والتي تأخذ في شكلها طرازا عثمانيا. دار الباي أو ما يعرف بدار الأمير عبد القادر، والتي استخدمها كمقر سياسي لقيادة الأركان، وذلك سنة 35-800 ألف، فتم استغلالها الآن كمتحف للولاية. إذن
كانت هذه جولتنا بمدينة المدية، هذه المدينة العريقة التي تحوي على شواهد عمرانية عديدة والتي أبت الاندثار ودخول عالم النسيان إلى أن وصلت إلى عصرنا هذا لتحكي بأمانة عن تاريخ المدينة وماضيها العريق. إذن مشكورة زميلة نورية مشيش على هذه الجولة الطيبة والجميلة والرائعة في أحد مدن المدن الجزائرية. جزائرنا الحبيبة معروفة بعراقة حضارتها وتاريخها وتقاليدها، فاللهم احفظ بلدنا الحبيب، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم من جديد، نواصل معكم فقرات برنامج أنوار الصباح في هذه الصبيحة المباركة، فصباح الخيرات والمسرات والبركات على كل مشاهدينا الأفاضل. بعد فاصل قصير نلتقي بأستاذتنا الفاضلة الأستاذة مريم بزي وركن فن الحياة. إذن دعوني باسمكم جميعا ورحبوا بأستاذتنا الفاضلة أستاذة مريم بزي، سلام الله عليك وصباحك سعيد. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذة رزيقة، صباح الخير عليك وصباح الخير على كامل مشاهدينا الكرام. شكرا بارك الله فيك. نتحدث اليوم عن الشبكة العنكبوتية، عن الانترنت. الانترنت كما نعلم ويعلم الجميع أنه سلاح ذو حدين، فيه ما هو مفيد ويفيد الناس في التعلم في التثقف، في ربما جعل العالم قرية صغيرة، التواصل الاتصال وغيره من الفوائد، وفيه كثير أيضا من الأضرار لما تعود خاصة على شبابنا وأطفالنا بترسيخ ربما قيم هكذا وأشياء لا تمت بصلة لا بديننا ولا بأخلاقنا ولا يعني قيمنا. ماذا عن الشبكة العنكبوتية، كيف نعرفها وكيف نستغلها احسن استغلال استاذنا الفاضل؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. شاكره لكم من جديد على هذه الاستضافه الطيبه وعلى اختيار هذا الموضوع الرائع جدا والمهم. نعم. خصوصا في فتره الصيف، مواقع التواصل الاجتماعي او الشبكه العنكبوتيه كما نعرف كما لها ايجابيات هي ايضا لها سلبيات فعلا. وللاسف في وقتنا الحالي سلبياتها طغت على الايجابيات. الانترنت نعم او الشبكه العنكبوتيه لها بعض الايجابيات التي يعني مكنت من أن يكون كما تفضلت العالم قرية صغيرة. وأيضا أصبح التواصل فيما بيننا سهل، يعني أستطيع أنا من الجزائر أتواصل من إسبانيا، أتواصل يعني من تونس، أتواصل من سوريا وما إلى غير ذلك. أصدقاء تعرف على أصدقاء جدد. نعم أكيد. وأيضا اليوم بكبسة زر واحدة فقط تأتينا المعلومات بشكل منظم، بشكل أيضا ملخص. فيما مضى كان الناس يعني تروح تبحث عن بشق الأنفس فعلا. يعني وأيضا تأخذ وقت طويل فعلا. وشهور في البحث. اليوم الإنترنت يعني سهلت هذه، اختصرت الجهد والوقت. نعم، توجد أيضا اليوم منصات يعني فيها كورسات للتعليم، لتطوير الذات، لتطوير المهارات، يعني كل هذا يحسب للشبكة العنكبوتية. يجب أن لها الفائدة كثيرة. لها الفائدة، لكن في نفس الوقت سلبياتها اليوم طغت أستاذة رزيقة، راكي تشوفي اليوم للأسف هذه السلبيات اجتاحت المجتمع وتمكن من الأفراد، فشكلت لنا خلل، شكلت لنا فجوة. نشوف فقط أنه يعني ليس بالماضي البعيد قبل ما تخرج هذه المواقع التواصل الاجتماعي، يعني كنا نعيش الحمد لله في سلام، كما يقول لك في تواصل، في أمن بيننا. ربما نعم في راحة نفسية. نعم يوجد هناك ثقافي أيضا. نعم وفكري. نعم يوجد أيضا تواصل يعني معنا نحن أفراد الأسرة. اليوم مع ظهور هذه مواقع التواصل الاجتماعي راكي تشوفي خلاص كل واحد أصبح شاد الهاتف تاعه ولا شادين الغرف تاعهم من أضرارها العزلة. نعم العزلة. نعم. الوحدة حتى شكلت لنا بعض الاضطرابات النفسية، مش فقط على المستوى النفسي حتى على المستوى الجسدي. الطفل يرفض الهاتف تاعه ويبقى لساعات طويلة وهو منحني على ذلك الهاتف، كيف سيكون؟ أكيد ستسبب عفوا له أضرار يعني جسدية، اعوجاج في العمود الفقري، حتى آلام في الرأس. نعم خاصة الأضرار النفسية والصحية. نعم الأضرار النفسية. فقلنا أنه للأسف اليوم
سلبياتها تغط بشكل كبير. وإذا لم يتمكن الطفل أو حتى الشاب من حسن استغلال هذه الشبكة العنكبوتية ستأخذه يعني إلى ما لا يحمد عقباه. نشوفوا اليوم يعني داروا دراسات أنه الذي يمكث لأكبر من مدة يعني 5 ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتصفح الانترنت يعني راه في مرحلة الخطر. اليوم الناس راهي الهاتف تاعها رفدته 24 ساعة. نشوفوا انه فقط مثلا واحد يروح يدير حاجة يقضي حاجة على السريع تلقاه يدي الهاتف تاعو معه، واذا ما لقاش الهاتف يبقى يحوس في قلق ضرورة ربما. نعم كأنه أصبح هناك إدمان أستاذة بارك الله فيك. إدمان على الهاتف وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الانترنت وبصفة عامة يعني تصفح المواقع وربما الفضول عن البحث عن المعلومة عن معرفة حقائق الغير ربما في كثير من الأحيان عن ربما يعني الكثير من هذه الأشياء أصبحت ربما أو جعلت للإنسان اللي في عصرنا الآن يدمن على الهاتف وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. نعم أصبح كما قلت إدمان على مواقع التواصل الاجتماعي. وخليني نقول أنه هذا الشيء يعني كيف أتى كيف هذا الشاب أو هذا الطفل أصبح مدمن على هذه مواقع التواصل الاجتماعي. نشوفه يعني منذ النشأة الآن الأم يعني على كما نقول تعدد مسؤولياتها وحنا نقدر ذلك الشيء أنا أمهات وأنا زوجات وندرك جيدا المسؤولية التي تقع على عاتق الأم، لكن للأسف لجهلها ولعدم علمها تضع هذا الهاتف في متناول هذا الطفل، وهذا الطفل راه أمام الكثير من المنصات يتصفح يأخذ الكثير يعني من المدخلات يأخذ الكثير يعني من المعلومات بدون أن يشعر ولا يعرف هو أكيد هو راه طفل راه في مرحلة المراهقة لا يستطيع أن يتصفح أو أن يغربل الأمور اللي راهي موجودة عنده، فتلقاه للأسف أستاذة رزيقة يعني يتلقى كمية كبيرة من المعلومات وكمية كبيرة من الفيديوهات وأكيد كطفل كما قلت لا يستطيع أن يغربل أو يمحص ما يتلقاه من هذه المواقع. بعدها يجوا الأمهات يعني يروحوا للمختصات النفسيات ويبقاوا يعني يشتكيوا الطفل تاعي علاش راهو في هذه الحالة، أو المراهق يعني تشوفيه للأسف يعني لنشأته في هذه المواقع تاع التواصل الاجتماعي يعني يأتي كأنه غير سوي مضطرب منحرف في سلوكه. وتشكي الأم تقول لك علاش وليدي راهو هكا، احنا في البيت تاعنا ما كانش هذه الأمور. أنا تربيتي يعني تعبت على ابني حتى الوالدة تعب على الابن، ولكن هي لا تدرك محافظة على القيم، ولكن هي لا تدرك نعم ولكن هي لا تدرك أن هناك قنبلة داخل منزلها. ذلك الهاتف اللي تخلي طفل هذه ساعات معه دون مراقبة ودون مرافقة لا تدري ماذا تحتوي. نتحدث عن أضرار أستاذنا الفضيلة، أضرار ربما إدمان على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الشبكة العنكبوتية خاصة من طرف الشباب ومن طرف الأطفال بصفة عامة. تحدثي عن اضطراب اضطرابات واضطراب وسلوكات هكذا ربما غريب تحدث لأطفالنا، ربما العزلة اكتئاب أيضا ربما أيضا في كثير من الأحيان أطفالنا يصابون بأمراض نفسية خطيرة وكثيرة فعلا. سبحان الله يعني من بين الأضرار اللي نشوفوها نلاحظوها حتى في الأطفال الصغار المدمنين على الهاتف، الألعاب الموجودة في الهاتف فعلا. الطفل لما يكون من ابتداء يعني من عمر 2 إلى حتى 8-7 سنوات إلى حتى مرحلة المراهقة لما يدمن على الهاتف بمجرد أنه الأم مثلا تنحي له الهاتف كيف يصبح؟ يصبح عدواني فعلا. يصبح عنده فرط حركة كثير جدا، الأم لا تستطيع السيطرة على هذا الابن، ربما مما تلقاه من المحتوى الموجود في الألعاب أو من المحتوى الموجود في هذه المواقع. الأم ساعات تدخل الابن تاعها في المنصات وهي لا تراقب، تخيلي يعني تشوفي يشوف الفيديوهات أو يشوف يعني هذيك الألعاب. المهم أنني يسكت ويتهنى يعني نقدر نخدم شغلي. المهم يسكت المهم تقول لك يهنيني معليش، هي لا تدرك أنه هذه مخاطرها عظيمة جدا. روحي فقط جربي نحي الهاتف لذلك الطفل الصغير وتشوفي كيفاش يدير، تسبب له ماذا؟ تسبب له أكيد مشاكل نفسية. المراهق اللي يروح للمنصات ودون ذكرها اليوم راهي خرجت منصات كثيرة للأسف يعني نخرت في الفرد، وللأسف أيضا ساهمت بشكل كبير في انحراف شبابنا وشكلت لهم مفاهيم خاطئة عن الحياة عن
عن الدين، عن أشياء كثيرة، لأنه علاش هما راهم يشوفوا هذه الأمور بدون مراقبة، بدون مرافقة، كأنها أمور عادية، كأنها في حين أنها لا تمت، هي سموم. نعم. هي سموم أسرة رزق. نعم، هي سموم خارجية. نعم. هكذا سموم تبعث. نعم. عبر مواقع التواصل. نعم. الاجتماعي. نعم، سموم هي للأسف أيضا تشوش على عقل الطفل، يعني تشوش على روحه أيضا، أخلاقه أيضا، أخلاقه من يعني قلنا أنه الإدمان، العزلة، يعني مشاكل نفسية وحتى جسدية على الطفل. اضطراب. نعم، اكتئاب. نعم، اضطراب، حتى انه هذا طفل الشاب او حتى طفل يولي كسول. نعم. شوفي انه ما عندوش كيفاش نقولوا طموح، طموح، شغف، يعطيك الصحة، شغف في الحياة. فعلا. علاش هو يشوف، يتصفح ويشوف الناس كيفاش راهم عايشين ويقارن. نعم، تقولي ممكن هذه امور. نعم. تحفيزية. نعم. يعني هذا للشباب خصوصا. نعم. راهم يشاهدوا فينا والامهات، تقولي بلي هذه امور تحفيزيه، راهي تحفز. نعم. لكن بالعكس، تلك الصوره الجماليه والمثاليه الزائده التي تنقل لشبابنا وتخليه تحبطه بدل ما انه يتحرك. كاين خلينا اللي صح يتحرك، وكاين للاسف اللي تلقاه يبقى قاعد ويدخل في مرحله اكتئاب كما قلت، اكتئاب حاد، ويبقى فقط يزيد في ادمانه، يزيد في ادمانه وما يدير والو. حتى على المستوى التطور في مواهبه، في الامور في يعني دراسته، في دراسته. نعم، تلقى في تراجع مستمر. فعلا. في حين انه لي يحسن الاستغلال. اكيد تلقى عنده نتائج يعني جيده وايجابيه. هذا كله من اسباب ربما عدم مراقبه الاولياء. مراقبه مراقبه الاولياء ومرافقتهم لابنائهم. اهميه المرافقه. نعم، مهم جدا، مهم جدا ان ترافق الام لابنها ولهذا الشاب ولهذه الشابه. احنا علاش نقولوا المرافقه وايضا المراقبه؟ لانه الطفل اذا حس باللي راكي تراقبيه، حس باللي راهو في سجن، الام راهي تستنى فيه ممكن على خطا، هو شوفي راح يدير امور واشياء بعيدا عنك. لكن لما ترافقيه، تريحيه قدامك، قال يا وليدي هذه الاشياء كذا كذا، بالك ما تروحش وتفهمي السبب علاش، ماشي تقولي له ما تشوفش مثلا مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الحاجه ما لازمش تشاهدها، الهاتف ما لازمش تشده، ما تعطي له البديل، وما تبيني له الاسباب منعك لماذا. نعم. لازم تبيني له علاش انت راكي رافضه هذا الشيء. في نفس الوقت لازم تخلقي البدائل. جميل. اذا خليتي الطفل منعتيه من هذه الامور، ولما يروح يشوف اقرانه باللي هما، نعم، اقرانه يشوفهم باللي راهم عندهم مواقع تواصل اجتماعي وراهم عندهم هواتف، يحس نفسه كانه غريب. فعلا. لكن انت لما تزرعي فيه الثقه وتخلقي له البديل، اكيد. نعم. ما راح يحس بالفارغ، يحس. جميل. انه هو انسان مختلف عن الاخر ولكن في الجانب الايجابي. جميل جدا. نعم. مواقع التواصل الاجتماعي كما هي قلنا لها اضرارها لها فوائد. نعم. كيف يمكن ان نستغل هذه المواقع والشبكة العنكبوتية استغلال صحيح وسليم، خاصة من طرف الأطفال وخاصة في فصل الصيف والعطل الصيفية نعرفوها بعطلة طويلة. نعم. ما كيف يمكن أن نستغل. نعم. هذه المواقع استغلال سليم. نعم، جميل جدا. كما قلت لديها منافع كثيرة مواقع التواصل الاجتماعي بطبيعة الحال. اليوم يعني مؤخرا فقط خرجت حاجة هيلة بزاف، وهي يعني خرجت فيه من خلال يعني موجة كورونا. المخيمات الصيفية. جميل. عن طريق أونلاين. نعم، عن طريق الزوم وكذا. هذه المخيمات تكون برفقة الأمهات يعني الأولياء. أكيد. جميل. الطفل ما يقدرش يستخدم هذه المواقع لوحده، فديري له مخيم صيفي في مجموعة من التكوينات، مجموعة حتى من الأمور الترفيهية. نعم. بمرافقة الوالدة تاعو أو الأب تاعو، فهنا راح تخلقي واحد الجو تواصلي بين الأب وبين الأم وهذا الطفل، وحتى بين الناس المنظمة لهذه الأحداث. جميل. هناك أيضا كورسات للتعلم. فعلا. لتطوير المواهب موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. بمجرد أنك أنت هذا الإبن تقولي له تفضل اسمع هذا الفيديو أو شاهد هذا الحاجة اللي راهي كاينة، هو أكيد راح يستفيد. وخصوصا إذا كنت أنت مرافقة له. جميل. وريحتي معاه واستفدتي أنت أيضا معاه، خاصة أيضا في كورسات لتعلم لغات لجنبية. لتعلم اللغات. مهم. نعم. جدا، خاصة. نعم. في العطل هكذا تكون عندنا فرصة لما لا ليتعلم الطفل لغة أجنبية. نعم. حتى لتحفيظ القرآن الكريم. نعم. مهم. هناك جداً. مقرآت يعني موجودة عبر يعني أونلاين يمكن. نعم. نعم. للطفل الإلكترونية. نعم، يمكن للطفل هذا أنه يحفظ القرآن الكريم. يقول لك أنه ما تنقلش وشتي موجات الحر والأم ممكن شوية يعني تتكاسل، تقول كان ضر ندي فيه ونجي فيه، معليش أنت رافقيه، أنت راقبيه، أعطي له يحفظ ذلك الثمن أو الربع أو ذلك الجزء، وخليه يعرض على أستاذ يعني أو أستاذة متمكنة
لتمكنك او تعاونك انه يعني تشد من همه هذا الطفل او هذا الشاب. وفي تطبيقات ايضا جميله وايجابيه، نعم ايجابيه، نعم ترسيخ مبادئ جميله، نعم وطيبه لاطفالنا، نعم وتعلمهم ايضا اشياء ومهارات اكيد كثيرة. نعم هناك كما قلتي، كما هناك الشيء السلبي هناك الشيء الايجابي، نعم. ومهم جدا انه في هذه العطله الصيفيه ان يستغل الأب والأم تعليم مهارات جديدة لهذا الطفل، بحيث أنه ما دام هو راه يستعمل مواقع التواصل الاجتماعي ويستعمل الهاتف بزاف، نحاول أنه أنا أخلق له البديل من خلال هذه المنصات. جميل جدا. نعم. في الأخير أستاذتنا الفاضلة، نصائح كذا لكل الأولياء والأمهات خاصة في كيفية حماية أطفالنا ومرافقتهم وحمايتهم من مخاطر الإنترنت وشبكة العنكبوتية. فعلا فعلا والله أنا فوجهة. أقول نعم، أقول أنه مواقع التواصل الاجتماعي ممكن ما راحش تلاحظوا يعني في السنوات الأولى أو في الأشهر الأولى سلبيتها، لكن في ما بعد راح تكون هناك مخاطر وأضرار على المستوى الفردي وعلى مستوى الأسرة ككل. لذلك عليكم بمرافقة ومراقبة أولادكم، وشوفوا ما هي المواد التي يتصفحونها. الطفل إذا لاحظت فيه سلوك يعني تغير سلوكه، أو الشابة أو الشاب، عليك أن تحرص على مرافقته، وأنه أنت اللي تكون تدل ابنك على هذه المواقع، أحسن ما يروح هو يعني يلقى أشياء لا غير لا ليست منفعة غير مفيدة. نعم. نعم بارك له فيك سيدتنا فاضل على كل هذه الشروحات وعلى كل هذه النصائح اللي قدمتيها نهار اليوم لكل الأولياء وكل مشاهدينا. نتمنى إن شاء الله يا رب يكونوا استفادوا منها ويعملوا بها في أرض الواقع يا رب، ونتمنى يا رب السلم والسلامة والصحة والأمن لكل أطفالنا وشبابنا، وربي يحفظهم يا رب العالمين. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نأتي على ختام هذا العدد من برنامج أنوار الصباح. شكر موصول لكل فريق العامل معنا لنهار اليوم، والشكر موصول لكم على حسن وكرمي وطيب المتابعة والإصغاء. في أمان الله والسلام عليكم. في النفس عز مقام، كالنور شع كلام أحمد حبيب الله، كالنور شع كلام أحمد حبيب الله. سحر القلوب جمال، تحمي الشريط ظلال، تهدي الرجال خصال أحمد حبيب الله، تهدي الرجال خصال أحمد.